بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. من أفضل الأشياء اللي ممكن تحصل في شهر رمضان هو مواظبة معظم الناس على أداء السنن بانتظام. هم نفس الناس اللي ممكن يكسلوا في الفروض خارج شهر رمضان، بتلاقيهم مواظبين على الفروض والسنن والتراويح وقيام الليل، صلاة الفجر حاضر. الكسل في الصلاة في رمضان بيقل جدا ويكاد يختفي مع ناس كتير جدا، وبيبقى عندهم الحقيقة نهم كبير للاستزادة والاستفادة وتعويض اللي ضايع منهم من العبادات طول السنة. وبالتالي احنا النهاردة هنتكلم للناس دي بقى ايه هي السنن المستحبة في رمضان واللي واثقة ان هي هتبقى خفيفة جدا واحب على قلب ناس كتير بيتابعونا. فضلت الشيخ محمد عبد السميع، اهلا بحضرتك. وده بسبب ايه؟ انه الشياطين متسلسلة يعني، ولا الهمة كده في رمضان والمود العام مشجع؟ والله هو في اسباب داخلية وخارجية زي ما حضرتك بتقولي. الاسباب الخارجية هي يعني مسألة أنه شهر رمضان تصفط فيه الشياطين وتطلق فيه الملائكة وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وأيضا هو زمن مساعد على العبادة. السبب الثاني الداخلي اللي هي الرغبة الداخلية عند كل مسلم أنه يتزود في الخير بناء على الوعود اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تقرب فيه، يعني في هذا الشهر، بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يعني أي حاجة الإنسان بيعملها من النوافل والأعمال الصالحات بتعظم ثوابها وتبقى زي الفرائض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث اللي بيرويه سيدنا عبد الله بن عباس ويقول: من أحيا سنتي يوم فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. مش شهيد واحد، احنا دلوقتي بنتكلم عن مكانة الشهداء وأنها مكانة عظمى، ففي باب مفتوح للخير. من اتبع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها في يوم عدم المحافظة عليها. الله. فالجميل ان شهر رمضان يبقى معسكر اعدادي تدريبي للمحافظة على السنة، عشان نخرج من شهر رمضان وقد حافظنا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يكون لنا أجر 100 شهيد عند الله سبحانه وتعالى. ايه السنن اللي احنا عايزين نحافظ عليها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من داوم على 12 ركعة بني له بيت في الجنة في اليوم والليل. ايه ال 12 ركعة دول؟ 4 قبل الظهر، 2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، اللي هم ركعتي الصبح او ركعتي الفجر على خلاف بين العلماء في التسمية يعني. يبقى اللي يحافظ على الصلوات ديت يبقى حافظ على سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وله شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عندنا سنن تانية مختلفة في مناحي مختلفة. فمن سنن الصيام مثلا تعجيل الفطر. الناس اللي بتأخر الفطار، لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه من سنته ان احنا نعجل الافطار. بمعنى انه اول ما المغرب تأذن على طول نفطر، ما نأخرش الفطار، عشان ده يكون اقوى ويساعدنا على الاستمرار في الصوم وما نتعبش ويحصل لنا مضاعفات وكده. طيب يعني هل تعجيل الفطار دي سنة؟ سنة، نعم. يعني لما اكل بسرعة كده اخد على دي ثواب؟ لا، مش اكل بسرعة، اكل يعني اول ما الاذان يأذن. اقصد يعني دي يعني اول ما الاذان يأذن اقوم انا واكل على طول. هل دي اخد عليها ثواب؟ نعم. افطر اول ما المغرب تأذن. ليه؟ عشان ما زودش زمن امتناعي عن الاكل والشرب، فيكون في هذا اضعاف لجسدي. وايضا من سنن الصيام تأخير السحور. برضو أتصحر قبل الفجر بقليل. وآكل عشان جسمي يتقوى على الصيام. ومن سنن الصيام السحور في ذاته. في ناس كتير ما بتتسحرش أصلا. يعني هو يجي على الساعة 10 11 12 يأكل وينام، وبعد كده ما يصحاش بقى إلا بعد الفجر أو ممكن يصحى الصبح. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه من سنن الصيام السحور وتأخيره كمان. كل هذا من أجل تقوية الجسم، كل هذا من أجل أن الإنسان يبقى عنده قوة على العبادة. يعني اللي أعرفه أن إحنا بنصوم وبناخد ثواب، إنما أتصحر أخد ثواب زائد. والله زيادة. دي معلومة جديدة يعني. إكسترا. ثواب زائد لمن اتبع كيفية صيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يتصحر وبأنه يعجل الفطر وأنه يفطر مثلا على تمرات
فلو لم يجد تمرات فيفطر على الماء، ثم يعطي جسمه راحة زمن بسيط كده ويصلي المغرب. هذه سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيكمل طعامه ونحو ذلك. كل هذه من سنن الصيام. جميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا في الحديث القدسي الذي يقول فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يجري عليها أو يمشي عليها. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد الذي داوم على النوافل: ستكون عبدا ربانيا، ولئن سألني لأعطينه، أدي الثواب المنتظر الموعود، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني المعنى ده إنه كلما كان العبد بيتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كان الله سبحانه وتعالى مستجيب لدعائه أكثر من غيره. تمام. سيدنا النبي يقول: تعرف إلى الله في الشدة يعرفك في الرخاء، أو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إحنا دلوقتي في حالة ما فيش فيها لا تعب ولا مرض والحمد لله، فلما نزداد تقرب إلى الله وتعرف إلى الله، فربنا سبحانه وتعالى حينما ندعوه في وقت الشدائد يستجيب دعاءنا. يبقى إذن المحافظة على السنن بشكل عام لها ثواب جزيل، مش بس في رمضان لكن بعد رمضان. إحنا بناخد رمضان كفترة إعدادية ندرب نفسنا على هذا عشان نعرف نداوم عليه بعد رمضان. إيه السنن اللي نخرج بيها من بعد رمضان؟ يعني إحنا مثلا بنصلي التراويح، دي ما بنخرجش بيها بعد رمضان، ايه بقى اللي نخرج بيه بعد رمضان؟ ممكن كل حاجه بنعملها في رمضان نخرج بجزء منها. يعني احنا دلوقتي بنصلي التراويح، مساجد تصلي 8 ركعات و3 وتر، مساجد تصلي 20 ركعه، مساجد تصلي اكتر. لا، احنا عايزين نخرج من السنه دي بركعتين بس، بالثلاثه الوتر اللي هو أو الوتر المفروض ان هم متوفرين دول. دول ما يعني ما فيش فيهم كلام. يعني كل الناس بتصلي الوتر، ده الوتر من اوجب السنن. تمام. بقى مذهب الحنفيه بيجعل السنن الوتر كالواجب، يعني زيها زي الفرائض، اقل بقليل. طيب، لكن احنا بنحاول نحافظ على ركعتين قيام ليل. يعني نصحى قبل الفجر بنص ساعة نصلي ركعتين، او قبل ما ننام الساعة 12 نصلي ركعتين. يبقى احنا خرجنا من قيام الليل بركعتين بعد رمضان نحافظ عليهم. جميل. طب خرجنا من الصيام بايه؟ بالاثنين والخميس. او بتلتاشر واربعتاشر وخمستاشر. طيب خرجنا من رمضان زكاة الفطر بايه؟ بالصدقة. يعني انا في رمضان عمال كل يوم بتصدق على الفقراء وكده، فهاخد الموضوع ده بعد رمضان اتصدق كل ما استطيع يعني. جميل. اخد مروة. الو، اهلا يا مروة، ازيك؟ اهلا، زي حضرتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انا عندي سؤال ممكن اساله؟ اتفضلي. بصي، هو سؤال محيرني شويه وفعلا مش عارفه اجابته. يعني شويه يقول لك الست تصلي في البيت احسن علشان خاطر هي كده تبقى معززه مكرمه وما تنزلش وبتاع، ويجي التراويح نلاقي الناس بتصلي في الشارع والستات كلها في الشارع. فانا عايزه اعرف تحديدا صلاه التراويح الاحسن، يعني اللي اخد عليها ثواب اكتر، اصليها في البيت ولا اصليها في الشارع؟ تمام. في الجامع يعني. شكرا لك يا مروه. براء. الو. ايوه. ايوه بقى. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا معلش عايز اسال الشيخ، ما الشيخ عم بس سؤال. علي صوتك، صوتك مش عايز اسال الشيخ سؤال. بعد اتفضل سؤالك. يا مولانا، هو انا في رمضان طالب، اقدر اصوم ليه اللي انا افطر؟ تقدر ايه؟ افطر. تفطر؟ اه. عندك امتحانات يعني؟ اه. انت في سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي وعندك امتحانات في رمضان مش وبتروح المدرسه؟ نعم. بتروح المدرسه ولا امتحانات بس؟ امتحانات. طيب بروح المدرسه. ماشي يا براء، حاضر. طيب نرد على مروه، الصلاه في البيت احسن ولا في الجامع احسن؟ هو طبعا يجوز للمراه انها تنزل تصلي في المسجد، خصوصا لو كان في درس علم هتتعلم معلومه جديده تزيدها وتفيدها وتعلمها دينها، ويجوز لها أيضا أن تتوجه إلى المسجد وتصلي التراويح، مفيش مانع من هذا، كل هذا جائز، خصوصا إذا كان في نزولها للمسجد وصلاتها مع الناس تشجيع. يعني كتير من الستات تفطر
في رمضان بعد الفطار وتقول انا هصلي بقى العشاء وريح شوية، فتصحى قرب السحور فتحضر السحور ما تصليش، لا دي تنزل احسن عشان ده هيشجعها على الصلاة. يبقى اذا لو في تشجيع فده افضل للنزول. طيب في بعض الستات تقول لا انا عايز اطول والمسجد ما بيطولش، فانا عايز امسك المصحف واقرأ فيه، كل هذا جائز. طب الاسوب ايه؟ الاسوب اللي بيخليها تعبد ربنا اكتر. فلو بتنزل المسجد بتصلي قعدت في البيت ما تصليش، يبقى الاسوب نزولها للمسجد. لا هتقعد في البيت وهتقرأ القرآن وهتقعد تصلي بدل الساعة بتاعت المسجد ساعتين، يبقى تخليها في البيت وتصلي الساعتين. يعني الأسوب ما فيه عبادة أكثر، الأسوب ما فيه تقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. لكن ده جائز وده جائز. جميل. سيدنا النبي صلى بالصحابة التراويح أول يوم وتاني يوم، وبعدين تالت يوم الناس كلها اتجمعت بقى، ما هو سيدنا النبي بيصلي بيهم، ما فيش أجمل من كده، ما فيش أحلى من كده. فسيدنا النبي ما خرجش، فلما خرج يصلي بيهم الفجر قالوا له ده احنا يا مولانا يا سيدنا النبي مستنيينك طول الليل عشان تصلي بينا. قال والله ما خفيتم علي ولكني كرهت أن أخرج فتفرض عليكم. فدل هذا على أنه صلاة التراويح سنة نعمل فيها اللي احنا عايزينه. اللي بيحب يصلي في المسجد جميل ما فيش مانع، اللي عايز يصلي في بيته عشان حافظ القرآن أو هيطول جميل ما فيش مانع، وهكذا. طيب براء يصوم ولا يفطر؟ طبعا المفروض أنه الطالب يصوم ما يفطرش، ولكن بتحصل بقى أحوال. النهاردة عايز يذاكر فجاله حالة إرهاق فمش عارف يذاكر، ولو انه ما ذاكرش ده هيترتب عليه انه لا قدر الله يسقط او يجيب مجموع قليل فما يدركش الكليه اللي هو نفسه يخشها. ففي الحاله دي لو وصل لحاله الارهاق الذهني والنفسي فشعر بانه هيغمى عليه، فهو بالحاله دي وصل لدرجه المريض، فيفطر مفيش مانع عشان يعرف يذاكر. طب الطالب اللي في امتحان راح النهارده الامتحان ودخل اللجنه في امانه الله وهو صايم، وبعدين في أثناء الامتحان مش عارف يجاوب، مش عارف يجمع دماغه، مش عارف يتذكر المعلومات، جات له حالة إرهاق بسبب قلة الأكل والشرب، يجوز في هذه الحالة إنه يفطر لأنه صار كالمريض أو صار مريض اللي هيغمى عليه أو اللي عنده حالة إرهاق شديد زيه زي المريض، فيجوز أن يفطر ويقضي هذا اليوم بعد رمضان، يعني يعيده يعني. تمام. بس لكن مطلقا كده الطالب يفطر لا طبعا لا يجوز، لأنه إحنا بندرب ولادنا على الصيام. فلما نقول له أي حاجة صغيرة كده تأذيك لا افطر، لا ما ينفعش كده. إحنا عايزينه يبقى عنده جلد وعنده مصابرة، لأن هو ده اللي هينجيه بعد ما يكبر وكده. فضلت الشيخ محمد عبد السميع بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا. بعد الفاصل مكملين معكم على الهواء مباشرة. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. لزيادة رصيد الحسنات ومضاعفة الأجر دايما بندور على الحاجة اللي نقدر في مقدورنا ان احنا نعملها علشان نزود من أجرنا. من أهم الحاجات اللي يعني الناس بتحرص عليها في شهر رمضان هي حرصهم على الصدقة، مداواة المرضى، عمل مية ليهم. والحقيقة انه الدل على الخير كفاعله، والناس اللي بتدلنا على الناس المحتاجة يعني بيشرفونا دايما في برنامجنا. جمعية البر والتقوى الشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى منورنا يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. انتوا الحقيقة الدالة على الخير كفاعله، وانتوا الحقيقة بتدلونا على اكتر من من ناس واكتر من مكان واكتر من حتة بيبقوا محتاجين الناس اللي بتبقى مش عارفة تودي فلوس صدقاتها في المكان الصح. في تاني يوم رمضان حضرتك حريص جدا انك تكلمنا على فكرة العلاج او المداواة او الناس اللي هي ممكن تتعالج بالمجان. في بداية الكلام الانسان ممكن يتحمل الجوع لكن ما يقدرش يتحمل الألم. أيوه صحيح. وكلنا عارفين إن ممكن يبقى الناس اللي معاها فلوس وعندها إمكانيات بتعاني من أحيانا من عدم وجود مكان آدمي يتعالجوا فيه أو تقديم الخدمة المتكاملة يعني. فبالكوا بقى بفقير مش معاه أجرة المواصلة اللي هتوديه المستشفى. صحيح. أنا في مرة وإحنا في محافظة قنا بالتحديد في حتة اسمها حاجر طوخ في مركز نجادة، كنا بنتفقد المنطقة عشان هنستلم بيوت نهدمها ونبنيها.
فلقيت ام بتعمل اللي هو الفرن بايدها، ست كبيره في السبعينات كده. فالمهم انا بسلم عليها لقيتها بتترعش جامد، بقول لها مالك يا امي؟ ابني وانا بشتغل في الفرن في سلايه دخلت في صابعي من 3 ايام يا عيني في ايدها الشمال. فشفت ايدها لقيتها ورمه، وبعدين جسمها سخن جدا. طب انت ما رحتش المستشفى ليه؟ قالت يا ابني عشان اروح المستشفى انا عايزه 150 جنيه يوديني بس المستشفى يا عيني، وفبالك بالعلاج. المهم جبنا الميكروباص اللي معانا خدناها ورحنا، الدكتور قال كان لسه يوم واتقطع ايدها. تمام، غرغرينا غرغرينا. فطبعا قررنا في البلد ديت ان احنا ننشئ مستشفى في مركز نجاده. سالت، هو مفيش يا جماعه اي وحدات صحيه؟ مفيش خالص. ربنا اكرمنا. اقرب واحده على بعد قد ايه بقى؟ بيروحوا المدينه نفسها على بعد مثلا حوالي 15 كيلو. ياه. المشكله مش هيمشي، هو عايز عربيه بكام؟ وهتوديه وتجيبه. طب اجره الدكتور كام؟ لو ما راحش مستشفى حكومي بقى. فدي جت لنا الفكره من هنا، الناس ديت بتموت عشان مش عارفه تروح المستشفى. ايوه. قررنا ان احنا ننشئ مركز طبي، ربنا اكرمنا انشانا عياده، مجموعه عياده تخصصيه في مركز نجاده في قريه المنشيه. قريه المنشيه دي متوسطه لمعظم القرى. بتخدم حوالي 7 قرى. الله. الحمد لله ربنا اكرمنا والمتبرعين ساهموا معانا، انشانا واحده ثانيه في مركز دشنا. في قرية اسمها أبو دياب شرق برضو، في واحدة صحية موجودة بس مغلقة وما فيش دكاترة بيروحوا بقالهم سنين يعني. فأصبحت المركزين يعني، احنا كان يوم الافتتاح بتاع العيادة ما شاء الله كان موجود يعني مئات الحالات. فبالك بقى بطول السنة هيبقى الوضع ازاي. فأنا بقول للسادة المشاهدين احنا محتاجينكم تشاركوا معانا. نظيفة جدا، لأن دي هي دي؟ دي تمام، نظيفه جدا. احنا طبعا ديت عيادات كشوفات يا استاذه دعاء. عملنا بقى مركز طبي كبير عشان يتلقى الحالات للعمليات. احنا بنعاني من الدكاتره، وانا بقولها على الهوا، في دكاتره كتير وخصوصا في الصعيد بيتعبونا جدا 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 ويقبض جداً. الاول يعني تخيل احنا رايحين كبرنامج بنقول له الحاله دي حاله ظروفها كذا كذا، عندها كسر في الذراعه، هنعمل لها عمليه. يقول لك ادفع الكشف بره وبادخل الكشف بره 500 جنيه يا ساتر. وقعدنا طبعا العياده ممتلئه تماما. المهم عملنا العمليه اخد 10,000 جنيه. مش فاضي يتكلم ما شاء الله يعني. طب يا جماعه في حاجه اسمها رحمه شويه. من هنا قلنا هننشئ مستشفياتنا لمركز عمليات متكامل على مستوى مصر. انشاناه في دمياط، مستشفى البر والطاقه. على مساحه 1000 متر، 6 ادوار. احنا بنشطب حاليا. فلذلك بقول للسادة المشاهدين أعظم الصدقات إنك تعالج الناس. دي طبعا. مستشفى البر والطاقة من جوه زي ما السادة المشاهدين شايفين إن الفينش ناقص حاجة بسيطة خالص. عايزين السقف المعلق الألموتال، عايزين نركب الأسانسير يكمل فلوسه عشان الشركة تخلص. ده هيكون فيها مركز كامل لزراعة الكلى والكبد. تخيلي، على أساس ده أصعب حاجة بيعاني منها الفقير والفيروس سي كتير. عندنا كمان هيكون في مركزين عمليات للجراحات الصغيرة. أيوه. عاملين مركز كامل للحضانات والنساء والولادة، الناس الفقيره ما يبقاش عندها مشكله، والحقن المجهري كمان للفقراء. مشكله رهيبه في الحضانات والحقن المجهري كمان، وحقن مجهري كمان للفقراء. تمام. كمان عاملين حسابنا ده دي رفاهيه، الرفاهيه بيحلموا بس كده وما بيعرفوش يعملوا. ده في حاجه، ده احنا الاسعاف هياخد الحاله من اسوان يطلع بيها على دمياط. طرق الوقت ما شاء الله الدوله عامله سلسله طرق، بقت صحيح. المسافه 7 ساعات يبقى في دمياط. صحيح. يروح يعمل عمليته ويقعد فترة النقاهة بتاعته والإسعاف يرجعه تاني بلده ما يتغرمش جنيه واحد. جميل. فلذلك بهيب السادة المشاهدين إن هم في عندنا كفالة حجرة، عندنا كفالة جهاز، دخلنا على الأجهزة دلوقتي، عندنا مركز غسيل كلى جوه المستشفى. لأن احنا في دمياط نسبة الفشل الكلوي عالية جدا. احنا في مصب النيل، فالخير كله جاي عندنا يعني. بتاع مصر كلها وأفريقيا مش مصر بس. فلذلك بهيب السادة المشاهدين يا ريت زيارة المستشفى البر والطاقة على أساس إن احنا نكمل المسيرة. هتساعدوا ناس كتير جدا من فقراء مش قادرة تعيش. طيب بمناسبة مش قادرة تعيش، المية هي الحياة،
انتوا هنا بتعملوا ابار مياه فين؟ احنا شغالين في الابار في سينا، في الاسماعيلية، في الظهير الصحراوي، في المنيا، في بني سويف. المشهد اللي معانا ده في الاسماعيلية. تمام، في الظهير الصحراوي بالتحديد الاماكن اللي جا فيها النازحين بتوع سينا. تمام، في الكيلو 11 والكيلو 4 والاماكن دي، شايفه الناس ساكنه ازاي، شايفه منظر البيوت عامل ازاي. طبعا مفيش امكانيه لدخول مياه شرب حلوه لهم خالص. فكان الحل عمل سلسله ابار زي ما حضرتك شايفه. تمام، والبير دوت عامله فعل خير، جزاه الله خير، ربنا يسعده ويخلف عليه بالبركه والسعاده. الاجمل من كده ان احنا بدانا نزود، طبعا عاملين احواض للحيوانات تشرب منها. طبعا بدأنا ناخد خطوط تانية كمان من نفس البير للزراعة، فبدأنا نعمل تجارب اللي هو زراعة أشجار مثمرة حوالين البير. طبعا الناس هتسأل الصيانة بتتم ازاي بعد كده، هم الأهالي ما يقدروش ان هم يعملوا بير، لكن يقدروا يصينوا. وبعدين ده مصدر المية الوحيد صحيح. عندهم، فلازم يحافظوا عليه. يعني انا افتكر في مره كنت نازل في منطقه شبيهه كده، عاملين بير، راح افتتح وفي سياره بترجع بظهرها خبطت خزان وقعتهم. الاهالي يعملوا ايه؟ حجزوا العربيه بالسواق، مفيش، ما ضربوش ولا عملوا حاجه. ماشي، ده خزان يا جماعه، قالوا لا، هو يجيب اهله يجوا بقى يعمل الخزان واحنا واقفين، وياخد عربيته ويمشي. ما هو ده اللي هقاله، قالوا ده حياتنا احنا، ما صدقنا لقينا حد جه مد ايده لنا. معانا اماكن كتيره محتاجه. فبقول للساده المشاهدين، بير ميه، الراجل سقى كلب، ربنا عز وجل غفر له وشكر له. فبالكوا اللي بيعمل بير يعالج مريض، يعني زرع وحيوانات وناس وشرب، حياه زي ما حضرتك قلت، حياه كامله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شيخ عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى، اشكرك شكرا جزيلا واشوفكم على خير ان شاء الله بكره على الهواء مباشره. سلام عليكم.